صباح الخير لجميع المتابعين، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق بعض الغيوم، 40 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 36، الرطوبة 35%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون مقبول. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسود أحوال جوية غير مستقرة في سكاكا مع 39 إلى 27، عرعر 39 إلى 25 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار وأتربة مثارة، وطقس حار في تبوك مع 37 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة غبار خفيف 41 إلى 27 درجة مئوية، جدة 34 إلى 29، مكة المكرمة 42 إلى 27 درجة مئوية مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار، الطائف 31 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 27 إلى 17، أبها 29 إلى 18 مع زخات رعدية من الأمطار، وجازان 36 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الإحساء 43 إلى 26 درجة مئوية، حفر الباطن طقس مشمس 40 إلى 27، والدمام أيضا نفس الحرارة ونفس الأجواء مع 40 إلى 27 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 40 إلى 26، بريدة 38 إلى 25 مع طقس صافي، وحائل 36 إلى 26 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.